تستهدف العمليات الأمنية الأخيرة ما بات يطلق عليه رسمياً بالسلاح المنفلت، الذي يشمل الجرائم الاستثنائية مثل ما ارتكبه قتلة الناشطين والصحفيين، وسلاح العشائر وشبكات تهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. لكن عارفين بالشأن الأمني يقولون إن الهدف الرئيس هو الجماعات المسلحة التي تقف خلف هجمات الكاتيوشا واستهداف أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف. صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله نقلت عن فصائل منضوية في هيئة الحشد الشعبي تأكيدها أن العملية لا تستهدفهم ولا تستهدف سلاحهم الرسمي الخاضع لتوجيهات القائد العام الذي يرفض بدوره إدراجهم ضمن قائمة المستهدفين، مؤكدين مساندتهم الحكومة في عملياتها ضد السلاح المنفلت المنتشر في معظم بيوت العراقيين ويشهر عند أي مشكلة مهما كان سببها، وهو ما أضعف هيبة الدولة العراقية. وحول سلاح المقاومة، تشدد الفصائل على أنه منضبط ومحدد توقيت إشهاره ووجهته، وهو غير موجه إلى صدر الحكومة بل إلى صدر الاحتلال الأمريكي. العراق تاريخيا جميع معظم بيوته تتواجدت فيها أسلحة، خاصة في المناطق الريفية أكثر من مناطق الحضر. المشكلة الأساسية اليوم هي وجود أسلحة خفيفة متوسطة وثقيلة في بعض المرات بيد جماعات مسلحة منظمة لها أيديولوجيات عجيبة وغريبة لا تشعر بالانتماء لهذه الدولة. السلاح المنضبط كما يقول خبراء أمنيون وسياسيون هو التابع للدولة ولجميع قراراتها، وكل ما يخالفه منفلت خارج عليها وداعم للا دولة، وهو ما انطلقت عمليات أمنية مثل الوعد الصادق لإنهائه وفرض سلطة القانون على الجميع.